ثلاثة أعمال يسيرة توجب لمن تقبل الله عز وجل منه هذه الأعمال دخول الجنة. العمل الأول هو من أذكار الصباح والمساء، هذا الذكر يسمى سيد الاستغفار، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك، أبوء بمعنى أعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا هو سيد الاستغفار، لكن بعض الناس لا يعرف فضله، وفضله في ختام الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك في يومه موقنا به فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قال هذا الذكر في ليلته موقنا به فمات من يومه دخل الجنة. فلا بد من شرط اليقين وإحسان الظن بالله عز وجل واستحضار المعاني العظيمة الذي تضمنها هذا الدعاء وهو سيد الاستغفار. العمل الثاني من موجبات دخول الجنة، نسأل الله وإياكم من فضله، إذا قال بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فتحت له الجنة، بل أبوابها الثمانية تفتح له بهذا الذكر العظيم. ينبغي أن نحرص على ذلك أيها الأحبة. كذلك من الأعمال الموجبة للجنة، وأختم بها، الدعاء. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المسلم إذا سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. وإذا استجار من النار ثلاثا، يعني يقول: اللهم أجري من النار، اللهم أجري من النار، اللهم أجري من النار، قالت النار: اللهم أجره من النار. هذا فضل يا أخواني عظيم في هذا الذكر وفي هذا الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وصلى الله وسلم عليه.